كلنا عارفين طبعا انه في اشكال كتيره جدا من النجاح، يعني النجاح ممكن يكون في العمل، النجاح في الحياه الشخصيه، في العلاقات الانسانيه، النجاح في مشروع بتعمله. لكن الحقيقه انه اصعب انواع النجاح هو اللي بيجي بعد تحدي العقبه، وخصوصا العقبه دي لما تكون ليها علاقه بالصحه، بصحه الانسان. في 2014 في شاب لبناني ثلاثيني العمر اتحدى الحقيقه اصابه كانت عنده بالشلل النصفي، ونجح انه يعمل حاجه ما اعتقدش انه كتير بنسمع عنها، تسلق صخره الروشه. واحنا عارفين طبعا صخره الروشه الجميله قباله شاطئ بيروت، اعتقد ارتفاعها في حدود 70 متر تقريبا، واستخدم جبال التسلق. ده كان باشراف فرقه عسكريه في الجيش اللبناني، وكان فيه طبعا استخدام بقى لمكبرات الصوت بعد ما طلع على الصخره ورفع العلم اللبناني على صخرة الروشة. اختار هذه الصخرة لأنها رمز الحقيقة، اعتقد انه كل اخواتنا اللبنانيين يعني بيجتمعوا على هذا المكان وهذا الرمز. حاول ينبه من مخاطر اللي بتتعرض لها البيئة البرية والبحرية في لبنان. يعني فكرة التسلق ما كانتش جاية بس من موضوع انه هو يحقق نجاح ذاتي في انه عنده إعاقة يتحداها ويتسلق صخرة، لا، وكمان كان عنده أهداف نبيلة ومحترمة تتعلق بوطنه لبنان. والحين هذه الأهداف فيما بعد أهلته بطبيعة الحال أنه كمان يرتقي إلى يعني مناصب شرفية في اليونايتد نيشنز أو الأمم المتحدة. هنعرف تفاصيل كتيرة جدا مع بطل. أنا الحقيقة زي ما قلت لحضراتكم بتشرف أنه ضيفنا النهاردة في مساء دريم وضيف كل المصريين مايكل حداد. يا أهلا بيك يا مايكل. مساء الخير دكتور فاروق. مساء الخير. أنت منورنا وسعيدة جدا بوجودك، وسعيدة أنه أول زيارة ليك تكون لمصر هنا تكون معانا على الهواء في مساء دريم. هذا شرف لألي. مش بس مصر بتخلينا نحس بالطاقة الإيجابية والأنرجي القوية اللي فيها دكتور، أنت كمان كلامك والمعنويات اللي بتعطينا إياها، لأن عن جد بلا مبالغة مصر عن جد أم الدنيا. وقت وقفت قدام الأهرامات، وقت شفت النيل، وقت علقت بعجقة السير، وقت جيت لعندك حسيت انه لو شو ما صار نحن بلادنا بعدها بألف خير، وعنا القوة نفرش العالم. مين نحن؟ يعني كلامك شرف لإلي كون معك اليوم. كلامك جميل جدا، لانه احنا في الوطن العربي مرينا بظروف، مش هنتكلم سياسة بس، احنا مرينا بظروف كتيرة فرقتنا عن بعض، وكل البلاد العربية يمكن أو أغلبها طالها مؤامرات وطالها مشاكل، لكن بتبقى قوة كده ليها علاقة بالعروبة وبجمال بلادنا العربية. يعني مصر ولبنان ودول كثيرة عربية لها تاريخ لا يمكن لأي حد يحاول يمسح أو ينهي هذا التاريخ. وافقك الرأي، لكن احنا شعب واحد. أنا بعتقد أنه احنا شعب واحد بروح وحدة، بس يمكن عم نمرق بمرحلة عم نتعلم مع بعضنا كيف بدنا نمشي للخمسين سنة اللي جاي والثلاثين سنة اللي جاي، عم نتعلم. طب خليني أبدأ بشاب أنا فخورة حقيقي إن أنا قاعدة قصاده بتكلم معاه. مايكل، كلمني الأول لو تسمح عن طبيعة المشكلة الصحية أو الإعاقة اللي عندك، جات إزاي وحصلت إزاي؟ دكتور مينا، أنا بعمر 6 سنين صار معي حادث جاتسكي بالبحر خليني صير مشلول من الصدر ونازل، يعني أكثر من 75% من جسمي ما بقدر حركها. كيف بوقف؟ بلبس شيء جهاز تقويمي بيلقطني كلني سوا تقدر أوقف، وكيف بقدر أمشي بحمل حالي كل فشخة، وبحسب وبعمل حسابات كيف بدي احمل حالي وكيف بدي وازن حالي على كل فشخه. انا وعيت على مرحله انه الاعاقه الجسديه اللي فيي، ما بحب استعمل هالكلمه بس استعملتها لسبب، هي دايمه، ما ممكن اقدر امشي، ما ممكن اقدر اتحرك، محكوم علي اني بهذا الموقع. بس مع الوقت مع الخبرة اكتشفت شغلة بدنا نحكيها فيها أنا وياك، إنه بالإيمان والإرادة، يعني هون وهون ما في شيء اسمه مستحيل. الإنسان عنده طاقة بقلبه بروحه وبجسمه بيقدر يستخدمها وبيقدر يتغلب على كل الصعوبات الموجودة بحياتهم،
انا واحد منهم، انا قدرت تغلبت على هذه الاعاقه، ما قدرت مشيت مثل كل العالم، بس اخترعت طريقه اقدر امشي فيها، وقتها قدرت مشيت فيها قررت احمل رساله. رساله بتتخطى الانسان، بتطلع على الارض انه اليوم شفت الاعاقه مش فيي، مش بجسمي، شفت الاعاقه بالمجتمع، شفت الاعاقه بالارض، انه اليوم الارض عم تعاني، عم تعاني. التغيير المناخي هو شيء عم يقتل البشريه اذا ما نحكي من هلا ل 20 و 30 سنه. قررت احمل هذا العلم، وقررت شارك تجربتي مع الاشخاص اللي هن فئه كبيره من المجتمع، تنحمل علم واحد، تنحكي بكلمه وحده، خلينا نمشي للانسان. بلشت امشي. هيدي هي الامل، الامل وفكره انك توصل، انك ترفع علم لبنان، ودي حاجه رمزيه يعني، هي شيء رمزي بيعبر عن معاني كثيره جدا، انه الوطن اهم، الامل اهم، الحلم اهم، التحدي اهم، والاصرار اهم، دي كلها معاني انت قلتها. وانت انا عايزه اقول لك انه واحنا بنبحث عن حاجات كثيره جدا متعلقه بيك على الانترنت يا مايكل، لقينا ستيتمنت او عباره انت قايلها: Earth is sitting in a wheelchair and saving it is not impossible. وانت دلوقتي ده الكلام تقريبا اللي انت قلته، ليه من الاعاقه اللي عندك فكرت انك تروح لرؤيه اوسع بكتير، فكره حمايه الارض، التغيرات المناخيه اللي ممكن تدمر الكره الارضيه باكملها، عدم الحفاظ على البيئه البريه والبيئه البحريه، انه لبنان بلدي انا عايز اوعي الشعب اللبناني، يعني النقله دي، لانه انت متكلم هنا انه الارض تجلس على كرسي متحرك زي ما انت قلت بالظبط، ليست الاعاقه في جسد انسان انما الارض هي التي تجلس على هذا الكرسي المتحرك. اديني المعنى اوضح. دكتور انا هيك اعطيك اياه بطريقه اوضح، من شخص ما بيقدر يمشي لشخص قدر عمل ثلاث ارقام قياسيه. مشيت من ارز بشري لارز تنورين اللي هن الغيبتين الارز المهمين بلبنان. حملت ارزي تقول ثلاث شغلات. اول شيء انه الانسان هو انسان، الانسان انسان، ما في شيء اسمه مستحيل. بالايمان والاراده نكسر الاعاقه. انا كنت شخص محكوم علي انه اكون بتخت ما بقدر اتحرك، جليس كرسي او جليس سرير، كومبليتلي بارالايز، لان انا مثل ما عم تشوفيني ما بقدر اتحرك، لشخص قدرت امشي 19 كيلومتر باصعب ارض بلبنان بجباله توصل رساله انه ما في شيء اسمه مستحيل. واحد. اثنين، انا ما حملت العلم اللبناني تأحمل علم اللبنان، انا حملت العلم اللبناني كرمال اقول للعالم شغله صغيره كثير، انه هويتنا هي اللي بتحددنا، نحن كلنا سفرة لهويتنا بالعالم، هويتنا تجاه الإنسانية، هويتنا تجاه الأرض. نحن ما منعيش الحاضر تبعنا بس، نحن منعيش لأولادنا ولأولاد ولادنا، نحن منحصد شو عطونا إياه أبائنا وجدودنا ومنعطي لأولاد ولاد ولادنا. واتطلعت أنا على الشجرة وخاصة الأرز اللبنانية اللي هي رمز لبنان على الشاشة قدامنا، وانت بتحكي دلوقتي الصورة قدامنا، قلت انه هيدي الشجرة وهيدي الأرز عم تختفي من بلدنا، الأشجار، الطبيعة عم تختفي، التلج اللي كان بلبنان عم يبلش يدوب. وصلت لمرحلة فكر أنا ومجموعة كبيرة من الأشخاص انه لك التغيير المناخي اللي عم تعاني منه البشرية هيدا حقيقي، الأرض عم بتعاني، حرارة الأرض عم تطلع، يعني العالم بدها تعاني بعدين، الخضار بدها تتأثر، المياه بدها تتأثر. شفت الإعاقة مش فيي أنا كشخص، لأن أنا ما فيني أعيش كفرد لوحدي بالمجتمع، أنا لازم أحط إيدي بإيدي مع كل أشخاص المجتمع، إيدينا بإيدين بعض كرمال نحن نقدر نوقف. سو دكتور الإعاقة ما كانت فيي أنا لأني ما قدرت مشيت، الإعاقة هي فينا كلنا إذا ما بنتخطى العوائق تبعونا ونبني مجتمعنا
ونبلش نزرع أرضنا ونبلش نحط إيدينا بإيدين بعضنا ونبلش نرفع راية السلام للعالم. أنا عايزة أترجم كلامك ده للصورة اللي فيها البطل مايكل حداد وهو بيتسلق الروشة، يعني هي لقطات الحقيقة للفيديو هنشوفها مع بعض، وعايزاك تقولي بقى ساعتها وده بيحصل مجهود جسماني، تعب، قلق من عدم الوصول، في نفس الوقت إرادة، تصميم، كلمني أنت كنت بتفكر في الاستعدادات دي دي الصورة اللي على الشاشة، كلمني عنها يا مايكل. لكن الصراحة أنه أنا ما كتير بحب أحكي عن حالي بالضبط، فيها تعب، بس في شغلة كان يقولوا لي إياها الضباط اللي كانوا ماشيين معي بالجيش، وهون تحية لكل جيوش بلادنا، الجيش اللبناني والجيش المصري والجيش العربي كله، لأن نحن يعني تجربتي مع العسكر ومع الجيش اللبناني وخاصة مع الجنرالية اللي كانوا معي كان يقولوا لي تذكر شغلة واحدة، أنه أنت عم تحمل علم بلادك، عم تحمل هيدا الرسالة، ما ممكن تستسلم، ما ممكن توقف بنص الطريق، نحن عم نوصل رسالة من خلالك لأنك أنت سفير لهالرسالة من أرض لبنان للعالم. سو وقت نكون نحن عم نمشي ما فينا نستسلم. بس بدي أقول لك شغلة دكتور، الطريقة يعني أنا بحياتي مثل ما كنت عم أقول لك اخترعت طريقة أني أقدر أوقف وأمشي فيها. هالطريقة it was a center of a scientific study، كانت مركز لدراسة علمية بتقول وبتبين أهمية دماغ الإنسان تيتخطى الصعوبات، واحد، وأهمية إرادة الإنسان تتأثر على دماغه. يعني الشيء بيسموه نيوروبلاستيسيتي، وقت دماغ الإنسان بيقدر يعطيك شيء اسمه هاي بيرفورمانس، تطلعي بيوند أثليتيزم، يعني وقت الإنسان بدماغه بيقدر يتخطى كل الصعوبات ويروح على مرحلة مش بس تصرفات عادية أو بيرفورمانس عادي، في يعمل شيء اسمه هاي بيرفورمانس ويروح بجسمه وبإرادته وبدماغه لمرحلة ما بعد. نحن لليوم ما بنعرف قديش قوة دماغ الإنسان، صحيح، وقديش قوة عزيمة الإنسان، صحيح. شغلة عم بعملها وهون أنا بوجه تحية لكل المؤسسات العلمية اللي عم تشتغل معي وعم تشتغل على البرفورمانس تبعولي توصل هيدي الرسالة، إنه ما في شيء بحد قوة الإنسان. واليوم نحن بعصر التكنولوجي ما في شيء رح يخلي يكون في وجود للإعاقة من هلا لعشرة وعشرين سنة، لأن حلول الإعاقة صارت موجودة، حلول الشلل صارت موجودة. بس عارف يا مايكل هقول لك حاجه قبل ما ننتقل لنقطه وجودك في القاهره وفي مصر، وامبارح المحاضره اللي القيتها الجميله في جامعه القاهره، تعرف طبعا فكره القاء محاضره في جامعه القاهره دي اعرق الجامعات المصريه والعربيه كمان، ده كان شيء مهم جدا. بس عايز اسالك سؤال في الجزئيه بتتكلم عليها، ربما انت كنت يعني بقدر هذا الحجم الكبير من الاصابه وزي ما انت قلت يعني شلل كامل تقريبا، يعني تقريبا 75% زي ما انت قلت من جسدك ما عندكش كنترول عليه، لا يتحرك لا يتفاعل، لكن ربنا كرمك انه لقيت فيما بعد ما انت قررت انك تواجه وتتحدى، لقيت المؤسسات اللي تساعدك، الجيش اللبناني اللي بنوجه له كل تحيه اللي وقف جنبك يعني وساعدك وقدم احلى نموذج واتكلم معاك وساعدك على رفع علم لبنان على صخره الروشه وانها جايه منك. لكن في بعض الاحيان ممكن يكون شاب عنده نفس الاعاقه او اعاقه مختلفه، هو ممكن يكون عنده شبه الاراده اللي كانت عندك، بس هو ما لقاش الفرصه دي، ما لقاش دعم مؤسسات زي ما انت في ناس وقفت جنبك، ما لقاش حد يقف جنبه، ده تقول له ايه؟ توجه له كلمه انه ازاي يقف على اول الطريق عشان يوصل للهاي بيرفورمانس او الاداء والكفاءه العاليه اللي في النهايه اللي انت اشرت ليها. دكتور سؤال كتير مهم وشغله دائما انا بقولها للتلاميذ اللي بقعد فيهم، بقول انا حياتي ما كانت نجاح، انا اكثر من 75 من حياتي كانت فشل، انا قدرت مشيت لاني هالقد قلبت على الارض،
وقتها امشي واقلب على الارض بقلب بكل جسمي، بس هي اللحظه اللي بقرر فيها تقوم من بعد ما اقلب هي اللي بتعمل كل التغيير. اليوم انا ماي لايف واز اباوت فيلير، اي واز ليرنينج فروم ماي فيلير، كنت عم بتعلم من الفشل والاخطاء. وصدقيني دكتور، ونحن كلنا بنعرف انه الحياه منا هينه، الحياه كلها صعوبات وكلها تحديات، بس كيف نحن بنطلع للحياه، شو لازم نحن نعمل للحياه. لانه انا دكتور وقت مشيت ما مشيت لحالي، انا مشيت لشغلتين، مشيت كرمال وصل رساله، ومشيت كرمال اشتغل مع المجتمع العلمي مقدر تو فيجر اوت سوليوشن، نشوف اجوبه وحلول تنحل قصه المشي. واليوم بشر كل الناس اللي ناطرين انه نحن عندنا فوكل بوينت، نقطه ارتكازيه عم نطور فيها جهاز تقويمي، رح وهلا رح نحكي عنه وين رح روح فيه، تقدر تكون سوليوشن، حل للاشخاص اللي عندهم اعاقات جسديه. هي واحد. تاني شغله، لا لحظه قبل تاني شغله، هي اول شغله كثير مهمه بجد. في امل، في ساينتفك ستاديز او دراسات علميه انه ان شاء الله في المستقبل القريب ممكن يكون في حل لمن اصيبوا بالشلل، يعني ده في امل فيه؟ اكيد، وصرنا كثير ادفانسد بهذا المجال، متقدمين بهذا المجال، كثير متقدمين. ودكتور مثل ما شفتي انه انا شخص مستحيل اقدر امشي ساينتفكلي، مستحيل العلم، مستحيل قدرت امشي، مش لاني انا زلمه خارق، لاني انا زلمه قدرت اكتشفت طريقه اقدر امشي فيها، وهذه الطريقه نحن عم نطورها كرمال تكون سوليوشن لاشخاص ثانيين يقدروا يمشوا، حل. طيب وهلا بنحكي سوا وين بدنا نروح فيها. يلا دي اول شغله. ثاني شغله، ثاني شغله كثير مهمه، وهون بوجه كمان تحيه لكل التيم النيورو ساينتست عم يشتغل معنا، انه كيف فيك الانسان يبرمج راسه. انا السر بتبعولي انه دماغي قدر عمل ريموديليشن، يعني نقل السنتر بوينتس، نقل الـ يعني انت بتعرف العضل بيشتغل لشغلتين، ستابيلايزرز تيعطيك البالانس تبعولك، يعني تيعطيك التوازن وبيعطيك القوه تتمشي لقدام. هيدا الشيء اللي نحن اللي عم نشتغله واللي عم نتوصل على الكاباسيتي تبع الهيومن برين، القدره الاستيعابيه لعقل الانسان. هيدي كمان دراسات رح تبين معنا بالشيء اللي رح نعمله. بدك احكي؟ يلا بدك اقول شو بدي اقول؟ يلا أوكي. احكي. من شخص ما بيقدر يمشي للشخص عمل ثلاث ارقام عالميه، مشيت من ارز بشري لارز تنورين، وحكينا بالرسالات، عربشت صخره الروشه وعربشت على الثلج اعلى قمه بالمينا ريجن اللي هي القرن السوداء بلبنان. دي اعلى قمه جليديه بالمينا ريجن عندنا بالمنطقه، موجود عندنا بلبنان. مينا ريجن اللي هي ميدل ايست نورث افريكا ريجن، يعني الشرق الاوسط وشمال افريقيا. تمام. اللي هي القرن السوداء. بهالخطوات كنت عم بمشي كرمال اقول انه الانسان ما في شيء بحده. انا انسان ما كان لازم اقدر امشي، عملت هالبرفورمانس، الاداء، عملت هذا الاداء. الاعاقه هي نفسيه تفكير، بس اليوم قبل بكره لازم نطلع على بعضنا ونشوف شو هي الإعاقة الحقيقية. أنا بنظري شفت الإعاقة هي بالأرض، بالتغيير المناخي، بالكلايمت تشينج. حملت علم الكلايمت تشينج، وإذا بدك مش إنه تنازلت عن هويتي، حبيت أحمل الراية العالمية اللي هي راية البيئة، اللي هي راية تنشتغل كلنا سوا بكل بلاد العالم ايد بايد تنوقف حد الدمار البيئي كرمال ما ندفع نحن حق.
الكونسيكونسز تبعوله ابعاد العواقب العواقب هلا وبكره وبعد بكره. دكتور انا حملت بكل شرف علم اليونايتد نيشنز الامم المتحده وجيت اليوم على مصر لاني هديك السنه بالسراي الحكومي بلبنان اعلنت انا والجامعه اللبنانيه الامريكانيه والجامعه الامريكانيه ببيروت والميديكال سيستم واليونايتد نيشنز انه رح امشي 100 كيلومتر بالقطب الشمالي to raise awareness for climate change لزيادة التوعية بالتغير المناخي لأن climate change هو شيء رح يأثر فينا كلنا طبعا وإذا ما تحركنا اليوم رح ندفع الثمن تعرف أنه رؤساء الدول دلوقتي مختلفة حتى في مصر عندنا هنا الرئيس السيسي أغلب رؤساء دول العالم دلوقتي بيحضروا مؤتمرات تغير المناخ لأنه إحنا بنتكلم على تغير جذري في طبيعة الكرة الأرضية بيحدث وللأسف على مدار عشرات السنوات لم ينتبه لها الإنسان فنحن الآن ندفع الثمن وأعتقد أنه الأجيال القادمة ستدفع الثمن أيضا. هل ده اللي أنت حكيته وفكرة تريز أويرنس أو ترفع التوعية أو يعني تعمل التوعية هل ده اللي رشحك لمنصب يونايتد نيشنز كلايمت أمباسدر أو سفير للأمم المتحدة للتغير المناخي؟ لا أو إيه أنا تعينت قبل ما أعلننا هذا المشروع مع الأمم المتحدة لأن تعرفي هذا المشروع هو كتير دقيق وكتير بيتطلب قرارات من الشركاء الموجودة فيه لأنه بكلمات رئيس الجامعة الأمريكية بيقول أنه making Michael Haddad walk the North Pole is exactly like putting a person to walk on the moon. نخلي شخص مثل مايكل حداد مشلول من صدره نازل يمشي النورث بول اللي هي قطعة الجليد، نحن ما عم نمشي على أرض، نحن عم نحكي عم نمشي على قطعة جليد هي تماما مثل ما انك تحطي حدا يمشي على القمر، ليش؟ لأن بالقطب الشمالي ما في أرض في جليد ولينا أين نحن القطب الشمالي؟ لأن القطب الشمالي is a direct indicator that climate change is true مؤشر مباشر مباشر انه التغير المناخي ده حقيقة حقيقة عم يدوب وعم يتفكر وعم يتفتفت وهون شخص عربي بحوية عربية عم يحمل رسالة أممية وما عم يمشي وحده عم يمشي مع كل هالمجتمع تنقول للعالم انه نحن عنا نظرة نحن فينا نغير ونحن فينا نكون اشخاص بنائين وفهمانين قديش هيدي المشكلة جذرية بالمجتمع عنا طبعا. جامعة القاهرة كنت بالامس في جامعة القاهرة القيت محاضرة في منتهى الاهمية تيجي نشوف الاول جزء منها ونرجع نتكلم عن الفكرة والدعوة وشغفك بانك تكون موجود في جامعه القاهره يعني اعرق الجامعات مش المصريه العربيه ايضا تعالوا نشوف مع بعض العربيه طبعا تعالوا نشوف مع بعض ويتخطى شيء اسمه center of gravity و shifting the balance هو اثنين عم تشتغل على دماغ الانسان وقوة دماغ الانسان to engineer my performance انا شو عم بعمل بالحياة انا عم بمشي بس انا ما عم بمشي as an athlete after 3 years of studies and research انا ما عم بشتغل cardio it's flat ماشي أنا I'm lifting myself each step at a time to engineer this performance. هاي الشغلة أصدقائي it's related to the brain. قديش قوة عقل الإنسان. It's related to brain plasticity. تالت شغلة عم نشتغل فيها كمان هي we are engineering an exoskeleton solution passive, non-motorized that will make people with spinal cord injuries and other injuries walk again. Using exoskeleton technology. هلا هذه أول شيء. ثاني شيء
انا وقت مشيت رح تشوفوا هلا بالموفي انا ما مشيت كرمال الاعاقه، لان بالنسبه لي الاعاقه هي نفسيه تفكير بالايمان والاراده. مثل ما قلت لكم فيث اند ديترمينيشن، ما في شيء اسمه اعاقه. نحن بنحط الاعاقه قدام. الاعاقه منا اعاقه بس جسديه، ما بعرف اف يو اجري دكتور. الاعاقه هي بالمجتمع اليوم، اذا نحن ما قدرنا طورنا حالنا، اذا نحن ما قدرنا مشينا from point A to point B، خاصة بهالايام قديش عنا نحن innovation، قديش نحن عنا technology. اذا ما كنا نحن centered in this، this is the major disability. كيف جاءت الفكرة؟ كيف تمت الدعوة؟ وإحساسك بقى وانت واقف في جامعة القاهرة بتتكلم مع الناس، بتكلمهم عن قوة إرادة حقيقية وتجربة ناجحة كنموذج لي يعني فرض الإرادة على أي ظرف قهري حتى ممكن يمر بيه الإنسان. فيني أقولها بكلمة كل صغيرة، شعب مصر هو شعب عظيم، دكاترته هي دكاترة وتلاميذ كبيرة. وهون أنا بدي وجه تحية كتير كبيرة لدكتور بلبا اللي هو عم يقود برنامج اللا إعاقة، عم بيقود برنامج كسر العوائب لكل الأشخاص. وكنت أنا واقف قدام دكاترة أبطال تنحط إيدينا بإيدين بعض ونقتنع لفكرة إنه صار لازم نحن نشتغل كرمال نكسر كل هالحواجز اللي هي موجودة بمجتمعنا ونمد هذه الجسور خاصة بالإنسان. يعني الدكاترة والطلبة والناس اللي كانوا قاعدين، هل أغلبهم أو كلهم عندهم إعاقة؟ لا لا، هن فيزيكال ثيرابيست. فيزيكال ثيرابيست، نعم. يعني معالجين فيزيائيين. معالجين فيزيائيين. وكمان في كان إذا ماني مغلط طلبه من الميديكال سكول، يعني من مدارس طبيه. من مدارس طبيه، تمام. طيب اولا الدعوه جات لك ازاي؟ مين وجه لك الدعوه؟ دكتور بلبا. دكتور بلبا. دكتور بلبا. دكتور بلبا، دكتور علاء بلبا، صح كده؟ العنوان المحاضره كان كيف يتحدى الانسان اعاقته ويتحول من انسان غير قادر على الحركه الى انسان متميز باعاقته، حتى عنوانها كان مميز جدا. لكن هي بلشت القصة انه بتعرفي مصر ناشطة كتير عالميا بالمؤسسات وبالانستيتيوشنز اللي هن خاصة بالفيزيكال ثيرابي. ولانه الريسيرش اللي احنا عم نعمله، لانه النورث بول اللي عم نعمله هو اذا ميديكال، اذا بدك تشالنج كتير كبير، تحدي. حكيت دكتور بلبع وقلت له دكتور نحن لازم نشتغل سوا، لازم نحن الريسيرش تبعولنا نمد ايد بايد. دكتور بلبع شغال على ايه؟ دكتور علاء بلبع يعني هل اختصاصه اكتر في المشاكل اللي ليها علاقه بالاعاقه؟ دكتور بلبع انا ما فيني احكي عنه، بس بدي اقول لك شو بعرف انا عنه. He's one of the brilliant minds in the field of physical therapy. واحد يعني من العقول المتميزة جدا في مجال العلاج الفيزيائي. وهو من الأشخاص اللي نحن بنفتخر، مش بس إنه نحن بنفتخر، نحن بنآمن إنه هو من الأشخاص اللي بيقدر يوقف ناس على إجريهم إذا عندهم physical therapy. عنده هيدي البوزيشنينج. أنا جيت لعنده قلت له دكتور بلبع انا بلبنان، وهون تحيه للنائب جورج بويري، بعتوني لعندك البروجي اللي نحن اللي عم نشتغل فيه، البروجكت او المشروع، المشروع اللي عم نشتغل فيه خاصه القطب الشمالي هو مشروع مش بس لنا، بدنا نكون عم نتعاون نحن معك، بدنا اياك انت تكون معنا بهذا الريسيرش، بدنا نحط ايدينا بايدين بعض. واول شغله قال لي اياها دكتور بلبع in a very quick way، قال لي I want you to sit with the students، بدي اياك تقعد مع هالتلاميذ، let's start inspiring them، لانه المشروع ببلش بهالتلاميذ. تبدا ان تلهم
التلاميذ. يعني انت جاي من لبنان تقابل الدكتور علاء بلبع وهو احد المتخصصين العباقره في مجال العلاج الفيزيائي لاصحاب الاعاقه، فمايكل جاي يقابل الدكتور علاء بلبع علشان يستفيد منه ويدعمه، يعني هو الدكتور علاء يديله دعم ومايكل يستفيد منه. فقام دكتور علاء بلبع قال له انا عايز كمان استفيد من التحدي والاراده اللي كانوا عندك، وان احنا ننقل الصوره الايجابيه اللي عندك دي والبوزيتيف انرجي للناس اللي عندهم اعاقه هنا في مصر. يعني ما اجمل التعاون ده، ما اجمل انه استفيد منك وتستفيد مني، ومع بعض زي ما قلنا نقدر نعمل نهضه حلوه لاي فكره في دماغنا. خاصه انه دكتور بلبع اذا ماني مغلط يعني عم بيقوم بمشروع كتير كبير اللي هو مدينة لإعادة التأهيل الأشخاص اللي عندهم احتياجات خاصة. هو إذا فهمان كتير منيح هو امتداد لكمان جامعة القاهرة، وحاطين بلانات وحابين يبنوا هذا الموضوع كتير منيح. يعني أنا بوجه تحية كبيرة الحياة للدكتور علاء بلبع، ونتمنى أن احنا إن شاء الله قريب نستضيفه كمان، يعني حقيقي شرف لينا عن جد. لأنه دكتور at the end of the day بنهاية القصص فينا نحن نوصل رسالة كتير حلوة للعالم، فينا نشتغل على الإنسان وفينا نشتغل على المجتمع. الإنسان ما في شيء مستحيل لإله، نحن عم نحط الحواجز بين بعضنا. هاي الحواجز نحن فينا نشيلها، نحن فينا نحمل عالم سلام، عندنا أحلى بلد، عندنا أحلى ثقافة. مايكل، مين وقف جنبك من الأهل، من الأصدقاء، من الجيران، كوتش معين في بدايات الفكرة اللي سيطرت عليك إنه I want to move ahead، أنا عايز أنتقل للأمام، أنا مش هخلي الإعاقة اللي عندي دي سبب إن أنا أقف مكاني، أنا هطلع وحرفع علم لبنان بالإعاقة اللي عندي، أنا هشترك مع الأمم المتحدة في أهداف سامية لها علاقة بالحفاظ على البيئة والتوعية بالتغير المناخي. يعني ما أجمل مشوارك، ربنا يا رب يبارك لك. مين اللي ادالك السبورت المعنوي والدعم المعنوي ده؟ أكتر حد تحب النهاردة كده على الهواء تشكره أنه كان سبب أنك تطلع لقدام؟ لكن بدي أقول لك شغلة، الحياة بكل عواقبها، أهلي بمرحلة معينة، أساتذتي والأشخاص اللي حوالي بمرحلة معينة، أصدقائي بمرحلة معينة، ما فيني أقول بدي أشكر شخص واحد، ما فيني أقول بدي أشكر شخصين. بدي أقول لك شغلة يا دكتور، بالنهاية أنا اطلعت على حالي إنه إنسان فيني أعمل، ما بدي أستسلم للصعوبات. كل واحد منا عنده طاقة، كيف نحن نستعمل الطاقة هي أهم شغلة، ما نستسلم. يعني اليوم you need determination، بدك إرادة، تحديد للإرادة، والحياة بتفتح لك بوابة. ما فينا نحن نلوم الأشخاص. يعني أنا كان عندي مليون شغلة بيقولوا لي أنه الدولة كان لازم تعطيك، والمجتمع كان لازم يعطيك، وهذا لازم تعطيك، ولا هذا ما عمل لك، ولا هذا ما عمل لك. بس أنا دكتور ما طلعت على هيك، قلت أنا موجود بهذا المجتمع، بدي اتعلق، بدي اتغلب على اعاقتي واحد، واذا قدرت عملتها بدي اجرب كون فرد بناء بالمجتمع تبعي، بوطني، بهويتي، وبانسانيتي. لان اليوم هيدا واجب كل واحد منا، ونحن لازم نساعد كل شخص حتى لو كان عم يغلط، لانه هيدي الدنيا لالنا، هيدي البلد لالنا، هيدي هويتنا لالنا. أنا لأني هيك مشيت، ولأن هيك نحن عم نمشي هلأ مع بعضنا. يعني فخورة بيك لأقصى درجة، فخورة بقصتك، فخورة بإرادتك، والحقيقة يعني بحط نفسي مكان الأساتذة والدكاترة والطلبة اللي في العلاج الفيزيائي اللي كانوا بيسمعوك امبارح في المحاضرة في جامعة القاهرة، بيسمعوا قصتك وتجربتك وقد إيه كان عندك هذا التصميم إنه من شخص مصاب بشلل، تقريبا شلل كامل لا يستطيع الحركة، إلى شخص يتسلق الجبال، ينشد الوصول للقطب الشمالي، يعمل على أهداف دولية لها علاقة بالتغير المناخي، هو بالفعل سفير للأمم المتحدة للتغير المناخي، يرفع العلم اللبناني على أجمل المناطق في لبنان الحبيب. شكرا ليك يا مايكل. Thank you. خليني اقول لك I'm so proud of you.
فخورة بيك لأقصى درجة، وفخورة وسعيدة ومتشرفة أنك معانا النهاردة في مساء دريم. Thank you. شرف لنا كلنا، وتحية لكل المشاهدين، تحية لك، تحية لمصر، تحية للسلام ولكل العرب العربي من هذا المربر. وعايز اقول لك الحقيقه كمان تحيه كبيره للجيش اللبناني، لانه انت بقصتك اللي حكيتها ودعم الجيش اللبناني ليك، وفكره انه جيوشنا العربيه بتطلع من نطاق، او يعني بتمتد من نطاق العسكري كمان لابعاد انسانيه واهداف اخرى لها علاقه بدعم المعنوي لابناء الشعب، ده شيء محترم جدا. تحية للجيش اللبناني العظيم، وتحية لكل جيوشنا النظامية في الوطن العربي. شكرا لك يا مايكل. شكرا لك. مايكل حداد كان ضيفنا، ومايكل حداد قصة جميلة أتمنى نحكيها لبعض ونحكيها لأولادنا، لأنه النموذج الطيب الجميل المحترم ده يدي لك أمل في حاجات كتيرة جدا. أتمنى لما نتفرج على مايكل ونسمع قصته نراجع نفسنا كده بقى، مين زعلان، مين عنده مشكلة في الزحمة، مين بيعمل إيه، مين قاعد قافل على نفسه الباب وزعلان وبيقول ما فيش أمل وخلاص الدنيا ضلمة. لا، ننظر لنماذج زي مايكل حداد ونعرف إنه الدنيا جميلة جدا، لكن يكون عندك الإرادة الحقيقية إنك تعيشها صح. الصور عمالة تتوالى الحقيقة، ولسه استقبال الجاليات المصرية. تعرف ان الرئيس عندنا الرئيس عبد الفتاح السيسي بالفعل سافر الولايات المتحدة الأمريكية عشان يشارك في الأمم المتحدة، الجمعية العمومية للأمم المتحدة، والحقيقة ان الجالية المصرية هناك يا مايكل واقفين كلهم، يعني في نيويورك ونيوجيرسي كلهم واقفين هناك وعاملين احتشادات. احنا معانا صور جميلة جدا ومعانا فيديو اعتقد هنشوفه، شوف احتفالات المصريين واقفين من ساعات عشان يستقبلوا الرئيس الجمهورية. تحية طيب. عن جد تحية كبيرة لي. بشكرك يا مايكل، بشكرك جزيل الشكر. تعرف ليش؟ لأنه نحن عنا مثل بيقول إذا مصر الخير، إذا مصر بخير عالمنا كله بخير. مش عم قولها تقولها، بس عن جد إذا مصر بخير العالم العربي كله بخير. والرئيس الله يعطيه الصحة والعافية ويكون معه، لأنه عن جد إنسان جبار، وعن جد إنسان جبار. أشكرك يا مايكل، أشكرك، أشكرك. تحية ليك وتحية لوطننا العربي الجميل الكبير. نطلع سريعا لفاصل ونرجع مباشرة نتحدث عن العمل الحكومي وخلق بيئة آمنة للعمل، وهيئة النيابة الإدارية وهي هيئة قضائية جليلة ومهمة جدا ومستقلة في مصر، تعمل بشكل يعني كثيف لمحاربة الفساد، مكافحة الرشوة، ضبط الأداء الحكومي في مؤسسات الدولة المختلفة. المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي باسم هيئة النيابة الإدارية ضفنا في مساء دريم بعد لحظات. خليكم معنا لكن نشوف مع بعض أجزاء من فيديوهات عمالة بتصل وترد لينا، موجودة على السوشيال ميديا كلها، احتفالات المصريين في نيويورك ونيوجيرسي ويعني مختلف الولايات هناك بوصول الرئيس عبد الفتاح السيسي أو بمشاركته في مؤتمر الجمعية العمومية للأمم المتحدة. نشوف مع بعض. أقف أمامكم اليوم كواحد من أبناء مصر، مهد الحضارة الإنسانية. من هذا المنبر أستهل حديثي بتوجيه التحية لشعب مصر العظيم الذي صنع التاريخ مرتين. مرة عندما ثار ضد الفساد وسلطة الفرد وطالب بحقه في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية. مرة أخرى عندما تمسك بهويته وتحصن بوطنيته وثار ضد الإقصاء رافضا الرضوخ لطغيان فئة باسم الدين. تحيا مصر وتحيا شعوب الأرض المحبة بالسلام.